حزب الحوار والتغيير شنو مساحته بالمنطقة الغربية أو وسط الوسط الانتخابي اللي يخوض الانتخابات به؟ شنو فرصته؟ يعني حقيقة الأخ الكريم دكتور ما أستطيع الآن أن أحدد ما هي الفرصة. لا استقراء يعني استقرائي المواطن الأنباري والمواطن العراقي يثق في من أقول. يعني أنا هذا الشيء إلى المساء. يعني ربما أحد يخالفني في الرأي لكن هذا الشيء إلى المساء. لكن أعتقد أن المواطن الأنباري والعراق على العموم بظل يعني هذا الخلافات السياسية وهذه الضجة الإعلامية وهي لم تأتي عن فراغ في موضوع المهجرين والنازحين وعدم اكتمال البطاقة الإلكترونية يعني تشبث بعض أصحاب المال الفاسد في تغيير النتائج والعمل على يعني تزوير الانتخابات لا أستطيع أن أحدد، لكن أقول نأمل أن يعي المواطن العراقي مصلحته أين تكمن وأن يذهب إلى صناديق الاختراع وأن يختار من يراه غير ملوث أو غير ملوث أيديه بالفساد المالي ويسلك الخط الصحيح لخلق وطن واحد ومواطن متجانس مع أخيه المواطن الآخر. بالساحة الأنبارية أكو تحايل على الناخب؟ نعم أكو. شلون أشكال التحايل؟ نحن نسمع الكثير حقيقة أن هناك في مناطق معينة من محافظة الأنبار وعلى وجه التحديد في منطقة القرمة أن هناك ربما 50,000 بطاقة أو أكثر قيل هذه لم تسلم إلى أصحابها وهي مختفية، وهناك من يقول أن الكثير أشتروا البطاقات من الأشخاص الذين أشتروا بطاقاتهم بطاقات الناخب بمبالغ معينة. هؤلاء يعانون من العوز والفاقة نتيجة التهجير والنزوح وانعدام فرص العمل، لذلك يؤثر عليهم المال الفاسد. 50,000 بطاقة وليش وين راحت؟ لحد الآن لا أحد يعرف، ونحن نسمع في الإعلام يوميا. يعني أنا سمعت في الإعلام قبل يوم أن هناك من يذهب اللي أخذ بطاقته وتمتنع الجهات المعنية في المفوضية. يعني واجبكم كنواب وكمرشحين أن تروحون تدققون تشيكون منو ليش؟ لا هذا مو واجبنا، هذا واجب المفوضية. ماشي تضغط على المفوضية أنت. نحن نضغط، والآن هذا الحديث فيما بيني وبينك هو ضغط وتأشير على المفوضية يجب أن تكون عادلة ويجب أن تكون مهنية ويجب أن تطبق الأجر. ضغط الإعلام واحد شيء، لكن رحتوا دققتوا دقيتوا باب المفوضية قلتوا لهم ايش تسوون؟ لا لا شوف أخي الكريم احنا ما لنا حق نسوي هكذا يعني المواطنين بعد ما عندهم بطاقات شلون حقهم؟ أنا معك، احنا نتكلم في مجلس النواب، السلطة التشريعية هي داخل مجلس النواب وإن حق أن نتكلم في الإعلام من خلال مجلس النواب. نعم صفتك كنائب يعني تكلمنا الكثير والكثير، وأنا أقول إلى هذه اللحظة أن مفوضة الانتخابات تقصر في بعض الأشياء وهذه من جملة تقصيرها، وهناك أيضا نقطة أخرى، هناك التصويت غير المشروط، هناك يقدر الآن في محافظة الأنبار فقط 385,000 ناخب من أبناء الأنبار هذول يطبق عليهم التصويت غير المشروط. شنو التصويت غير المشروط؟ والتصويت غير المشروط هو أن يأتي الناخب بالبطاقة التموينية التموينية والجنسية. بطاقة تموينية؟ نعم والجنسية. إيه؟ وإلى حق ينتخب، وهذا أمر خاطئ جدا يضعهم في ظرف وينتخب. بدون بطاقة انتخاب؟ بدون بطاقة انتخاب. هذا تقصير واضح. شنو الخلل بي؟ وين الخطر؟ الخلل يجب على المفوضية أن تعطي كل هؤلاء البطاقة. ليش ما تعطيهم؟ البطاقة الإلكترونية. ليش ما أعطيتهم؟ تقول نحن لم نتمكن من إعطاء البطاقة الإلكترونية لهؤلاء، وهذا أنا أعتقد غير ايش يعني معنى أعطت كل العراقيين ذولا؟ لا على اعتبار أنه كانوا مهجرين ونازحين ولم تتمكن من إعطائهم. زين وين الخطر؟ جابوا الجنسية والبطاقة، وين الخطر؟ الخطر ربما هؤلاء نفسهم أيضا يصوتون في مناطق أخرى، والخطر أيضا ربما تأتي يعني يأتون أشخاص ويضعون البطاقة الإلكترونية والجنسية وفي ظروف وينتخبونهم غير موجودين وغير حاضرين وتذهب أصواتهم إلى جهة معينة.